الجمهورية لا يؤمن بهذه المساحة أو المسافة الرمادية. رئيس الجمهورية يؤمن يا إما ثم انقلاب أو عكسه، ثم تصحيح مسار أو خونة صادقين أو صادقون ومأجورين. عند سعيد لا معنى لهذا الخط الثالث والرابع كما قال في كلمته في إشارة لاتحاد عامة الشغل وتنمره من هذا الخط الثالث. إذن في ظل هذه المساحة الرمادية التي كان يتحرك فيها اتحاد عامة الشغل، اليوم واضح أنه لم يعد مجال لأنصاف البيانات ولا لأنصاف المواقف. كيف قرأت هذا التوصيف على الأقل للساحة من طرف قيس سعيد قبل أن نأتي مرة أخرى على جملة قراراته ومناقشتها هنا؟ نعم، شكرا جزيلا لك. بداية دعني أقول بأنه واضح جدا أن قيس سعيد لا يؤمن بأحد، لا يؤمن بمؤسسة، لا يؤمن بتاريخ، لا يؤمن بدولة، لا يؤمن ببرلمان، لا يؤمن بمؤسسات، لا يؤمن بأي كان، ولا يؤمن بقيس سعيد. قيس سعيد هو في حد ذاته لا يؤمن بقيس سعيد، وحالة الارتباك التي كانت بادية عليه في آخر ما في آخر يعني آخر حلقة من سيت كوم المجلس الأمن القومي مع احترامي لكثير من الشخوص الموجودين فيه، هي تؤكد بأن هذا الرجل لا يؤمن بشيء، وبأن ما وهو يريد أن يوصل رسالة موقعة من قبل 70 برلماني لرئيس الدولة عندما قال شعرت بما معناه أنه رأى أن قيس سعيد أنه لا يحكم، أن هناك بعض من المحيطين به ممن يتحكم فيه في الحال وفي المقال في المنطق بما يفعل في كل شيء. ثم دعني أقول أن يعني عندما رأى أسلوب المخاتلة ماذا كيف استخدم قيس سعيد محمد عبو وسامي عبو والاتحاد والجميع، يعني هو على درجة عالية من الخبث التوانسة ساعات يقول بوهالي مسكين ما يعرف حد شيء، وساعات في صورة أخرى بين الليل والنهار تأتينا صورة أخرى متاع أخبث ما خلق الله فيما يفعله في الفعل السياسي بين المعطفين. يعني أنه يستخدم كل هؤلاء ليأخذ تأشيرة حلال على مشروع فاسد وعلى انقلاب فاضح واضح من قبل هؤلاء، يأخذ منهم التأشيرة ثم يصفيهم بشوي بشوي، ثم يسلخهم بالإبرة بشوي بشوي، ثم يعريهم بشوي بشوي. أنا أحتار هنا، هل أشكر قيس سعيد الذي عرى الطبقة السياسية المتعفنة المشحونة بالأمراض الأنانية بالفردانية بالانتهازية بالنرجسية حالة مرضية نفسية، هل نشكره أم نعيب عليه؟ فعلا أحتار صديقي حسين بن عمر، ولكن ما دام الثمن هو الوطن، ما دام في إطار استنزاف الدولة في المعنى وفي المبنى، الدولة زمنياً في الوقت بعد ما استلب وأخذ كل السلطات هو لا يفعل شيء. هي تلك الصورة الماثلة والتي أكررها مرة أخرى، هو البلومبيي ثم ريحة غاز وثم خطر داهم جاثم عليكم أهل تونس ويا تونس يا ساكنة هذا الوطن، فإذا به رويدا بكل صفاقة يتدرج ما بين المطبخ والصالون، هو يريد أن يفسد كل شيء في البيت التونسي، هو يريد أن يقوض كل شيء، هو يريد أن يغير كل شيء ولا يستشير أحدا من أهل البيت. والله يا أخي حسين أتطلع
من اللغة يجب نبحث برشا في قاموس وفي المعجم اللغة حتى نجد التوصيف الحقيقي والدقيق لما فعله قيس سعيد. لن أتحدث على جريمة إخفاء التلقيح وعرقلة الحكومات ومشاهدة الكابيسا والسيجار وما يجري في البرلمان وانتظار اللحظة صفر للانقضاض على كل شيء. لكن خلال الخمسة أشهر القليلة من خلال على الأقل آخر خطاب هذا الذي طلع علينا به البارحة واضح جدا أن الرجل يستبق كل شيء، أن الرجل يلتف على آخر ما أصدرته شخصيات فاعلة ومهمة في المجال الدبلوماسي الأوروبي والأمريكي. هو يعني هو على الأرجح، خليني أقول لك، ما دام يستعدي الجميع ويتشفى في الجميع ويسب الجميع فإن هناك أحدا، هناك شخص ما وراء، هناك جهة ما وراء تريد أن تجعل قيس سعيد خصم الجميع الآن وعدو الجميع بنا في حلقة جديدة من التنازع والاحتراب الاجتماعي والسياسي والأهلي. يعني قيس سعيد الآن هو ضد الجميع وهو خصم الجميع. نعم. ماذا سيفعل في كل الملفات المطروحة؟ هو لن يستطيع أن سواء يعلم ولا ما يعلمش. الذي أراد لتونس هذا المشهد السريالي ومن الذي سطر له؟ لا أرى قيس سعيد اليوم هو رئيس تونس. ينبغي أن نبحث عن الرئيس الحقيقي الفاعل والذي يدير اللعبة باتجاه اللبننة، أو ربما ستكون نعم مقداد من الحالة اللبنانية مقداد. نعم هذا ما يجري في اليوم.